هو فين ذا عبد الرحمن؟ عبدو عبد الرحمن هو فين ذا راح؟ عبد الرحمن يا ابويا يا ابويا قاعد اسابك من اول، فين انت؟ فين يا عمي؟ قاعدين ايش تبغى؟ طب كويس معك اللابتوب، فوق جوجل. ايش في؟ طيب فين قاعد تصور انت؟ طيب يا اخي دحين حد يفهم اللي جاي تصور؟ طيب ايش في؟ فوق جوجل. طيب فوق جوجل. اوكي اوكي بالله اكتب سي اتش اي زي زي اي. ايوه بس ايوه بالله خش الصوره ده. لا يا واد تخيل تخيل بالله من متى يا واد طلعت موجوده؟ ايش هذا؟ لا 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 تمزح؟ ما في عجينه يا واد، ما في عجينه يا واد. كيف نسويها يا واد؟ نسويها دحين يا واد. والله قوم يلا قدام. قوم يلا قوم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ شباب طيبين؟ اوكي يا جماعة، زي ما انتم شفتوا امير وراني شيء غريب عجيب اسمه شيزا. الشيزا هذه يا جماعة طلعت هذه بيتزا بس كيف سي عاملينها، فقلنا كيف يا حبيبي لازم نسويها ونكون اول ناس نسويها. يا اول ناس اول كذا طازة على طول. اوكي يا جماعة ما نبغى نطول عليكم وخلينا نسويها على طول. امير ايوه طلع صورة البيتزا بالله. طبعا يا جماعة احنا جلسنا نشوف ايش مكوناتها وزي كذا، بس احنا جبنا كل المكونات عشان ما نبغى نطول الفيديو وعلى طول حنبدا فيها. جبنا كل المكونات جهزناها. اوكي زي ما انتم شايفين يا جماعة ما في عجين، في صدر دجاج، وهنا في جبنة، في فلفل رومي. اوكي فزي ما انتم شايفين يا جماعة هنا هذا اللي حنسوي فيه البيتزا، وهذا ايش يا امير؟ هذا فلفل رومي اخضر واحمر. ممتاز. هذا بيبروني. ايوه وطبعا مكون اي بيتزا الصوص. الصوص. طيب يا جماعه احنا جبنا كمان من كي اف سي، جبنا هذه الجبنه حقتهم الصفراء السايحه هذه الخطيره عارفينها، وجبنا ايوه طبعا اشرح لهم يا عبد الرحمن ليش جبنا المايتزنجر. طيب. اوكي يا جماعه احنا جبنا هذا المايتزنجر علشان حناخذ الصدر هذا ونخليه بدل العجين. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي؟ زي ما هو موجود في الصورة، بس ناقص شيء. ايش ناقص؟ الجبنة الموزاريلا. ما جبتها؟ الا جبتها. طب جيب اجيب. يلا نبدا؟ يلا بسم الله. طيب يا جماعة أول شيء حنجيب المايتزنجر ونشيله. ليش؟ نبغى احنا بس الدجاج. نبغى المضمون. الدجاج، هذه الدجاجة الأولى. ما شاء الله. نبغى كمان. يا مركب الألغاز يا. هذا الشكل اللي حنشتغل عليه يا جماعة. نبغاكم تركزوا بالله. بعدين فين الصورة؟ جيب الجوال. أوكي دحين الصوص. بسم الله بسم الله. حط كده صوص. روح بسم الله. هنا صوص. طيب حلو. بعد الصوص نحط الجبنة موزاريلا. طبعا يا جماعة الموزاريلا هكذا لازم اول شيء. ايوه صح نسيت اقول لكم، الفرن احنا شغلناه علشان يصير حار، فخلاص صرنا فنانين احنا موضوع البيتزا. شايفين كيف؟ بهذه الطريقة يعني. اوكي هذه الجبنة. بعدين تحطوا البيبروني حبايه كده. الله تمام. بعدين الفلفل الرومي، الفلفل الرومي الاخضر والاحمر. حلو تمام. الله بعدين تجيب الجبنه حقتك. خلاص شوف 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 شوف. الله والله شكلها جامد. والله شكلها جامد ترى. كده يا جماعة هذه البيتزا تكون جاهزة، فنحطها في الفرن على طول. اوكي دجاج مستوي، الدجاج هذا مستوي، فاحنا نحطه بس نسيح الاشياء ونطلع على طول. اوكي يا جماعة خليها ممكن 15 دقيقة ونطلع على طول. A few moments later. طيب يا جماعة خلينا نلقي نظرة. واو الله 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 درجة الحرارة فين هذا المنظر؟ خليها كمان شوي بعدين نطلعها. 2000 years later. اوكي يا جماعه كده تقريبا الوقت صار مظبوط، حنطلع البيتزا
يلا طلعها طلعها. دائما دائما يخلينا انا اللي انحرق وانا اطلع كل الاشياء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الهي لا يا يستمع. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شوف الموناليزا، شوف الموناليزا. هذا صدق شايف كيف؟ لا يا شكله مره لذيذ. روح روح قطع قطع قطع. طيب يلا بسم الله بسم الله. ديب جوع شاكل من الجوع. شايف؟ واو شكلها شايفين كيف يا جماعة؟ والله مرة غريب جبنة زيادة. اوكي يا جماعة يلا نجرب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كل 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 يا ود مستحيل مستحيل الطعم يا ود جامد. امير ها امسك امسك امسك. خلاص خلاص حبيبي جعت انا. والله مره جامد يا جماعه. شوف كيف اتخيل ما في عجينه ما في عجين. والله مره جامده كمان البروتين حبيبي. جرب جرب والله لازم تجربها يا جماعة. هنا دحين أمير هيجرب. كيف؟ ها؟ طعم بيتزا بس بدون عجين. شلون؟ لا تسألون. لا أحد يسألني إيش ده؟ إيش فيه؟ طب بشويش يا امير. طيب ما حطير منك ايش بك يا اسمع يا جماعه والله هذا اختراع جدا خطير. شوفوا بالله ادوا المقطع هذا لايكات وانشروه. ابغى تفاعل جامد في المقطع هذا عشان يوصل لكي اف سي ويسووها. والله هذه فكره يا اخي موجوده موجوده بس مو موجود عندنا. لازم هذا المقطع ينتشر ويوصل لكي اف سي عشان يسووها هنا عندنا. مستحيل لازم يسووها. وكذا يا جماعة يصير وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم ولا تنسوا تعطونا لايكات تفجروا أمها لايكات. طيب يا أمير يا هو استنى يا أبوي خلصت حقتي. ولا تنسوا تسووا شير ولايك وسبسكرايب. يلا يا جماعة نشوفكم في الأبسط الجاي الجديد. يلا سلام.